بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 180 بعنوان من أحكام زينة النساء. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من صفر 1413 هجري، الموافق اليوم 7 من الشهر 8 1992 ميلادي. شيخ، ما لك سؤال قبل التسجيل؟ على كل حال، أنا بريد ألفت نظر أخينا أبو أحمد أنه يجب أن يستحضر دائما أنه ليس بإمكانه أن يسجل كل ما يجري، فليكن أي سؤال يطرح ولا يسجل فلا بأس عليه، فما يأتيه من بعد فيه الخير والبركة إن شاء الله. نعم، الله يبارك فيك. إذا كان بده يسجل الكلمة هاي. إذا نقول نسأل يا أبو أحمد ولا والله تستغرب تقول أحسن. إذا خلينا نسأل الشيخ سؤال يعني عام إن شاء الله تعالى. أنا أقول قبل السؤال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله عز وجل أن جمعنا على الهدى والتقى إن شاء الله، وعلى سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأله عز وجل أن يلهمنا العمل بما علمنا، لأن حجة ربنا تبارك وتعالى علينا أقوى منها على غيرنا، لأن الكثيرين من غيرنا لا يزالون بعيدين عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما وقد هدانا الله عز وجل إلى شيء كبير مما أنعم الله به علينا من أن عرفنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي علينا أن نعمل بما علمنا حتى لا تكون الحجة قائمة علينا. ولعلكم تذكرون معي جميعا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك لعلكم
تذكرون معي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أنه كان في مجلس لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، حينما طلب من أبي هريرة أن يروي لهم حديث الثلاثة، فتهيأ أبو هريرة رضي الله عنه ليجمع ذهنه وفكره ليلقي على من في مجلسه ذلك الحديث الذي اقترح عليه، ولكنه لم يتمكن من هول ذلك الحديث أن ينطلق لروايته مباشرة، فقد أغمي عليه وكاد أن يغشى عليه من هول ذلك الحديث، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، نشرته بين الناس. فيقال له: كذبت، إنما فعلت أو علمت ليقول الناس فلان عالم، وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما أعطيت من قوة؟ فيقول: يا ربي، جاهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي، أنفقته في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل خذوا به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء الثلاثة أول من تشعل بهم النار يوم القيامة. فأنتم ترون أن مجرد العلم بالشيء لا يكفي، انطلاقا من الآية السابقة ومن هذا الحديث، فلا بد أن يقترن مع العلم أمران اثنان، إذا اختل أحدهما كان العلم على صاحبه وبالا، بل ربما كان جهل غيره بذلك العلم خيرا منه، كما قيل في بعض الآثار السلفية: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. الشرطان وضح لكم إن شاء الله: الأول أن يعمل بعلمه، الآخر أن يكون مخلصا في علمه، والعلم من العمل، أي فلا بد من الإخلاص. ولنقل صراحة: لا بد لنا نحن المنتمين إلى السنة من أن نجمع في هذا الانتماء
الأمرين المذكورين آنفا، الأول العمل بالعلم والآخر الإخلاص فيه لله عز وجل، وإلا أخشى ما أخشاه أن ندخل في عموم قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه كلمة أردت أن ألفت النظر إليها بمناسبة هذا الجمع الطيب إن شاء الله، والوجوه التي يغلب عليها اهتمامها باتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، بل واتباع أوامره عليه الصلاة والسلام. ويؤسفني أن أقول إن هناك بعض الظواهر أو بعض الظواهر التي تنبي أن أفرادا ممن يطلبون العلم أو يجاهدون في سبيل الله ظاهرا أن هذا وذاك ليس خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولقد علمت آسفا جدا وأخيرا، وقد علمتم ما وصل إليه حال الجهاد الأفغاني من التوقف وعدم اقتطاف الثمر التي سعوا إليها طيلة تلك العشر سنوات وأكثر. لما توقف الجهاد بدأ الأحزاب الإسلامية تناهر ويناهر بعضها بعضا، ويستعمل بعضهم السلاح الذي جاهدوا به الكفار والشيوعيين يقاتل به بعضهم بعضا. هذا وقع في بعض البلاد أو من بعض الطوائف أو من بعض الأفراد. الأمر الذي يدل على أن الذين يجاهدون أو يطلبون العلم لم يربوا على التربية الإسلامية الصحيحة التي مدارها على الأمرين الآنفين ذكرهما، ألا وهو العمل بما نعلم والإخلاص فيما نعمل. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. قلت هذه الكلمة بين يدي تلقي الأسئلة إن شاء الله لنجيب عما يمكننا الجواب عليها. شيخنا بارك الله فيكم، ما هي الضوابط والقواعد التي يتوصل من خلالها إلى معرفة كون هذا الشيء تبذيرا أو ليس تبذيرا؟ ولماذا التحنيط ليس تبذيرا عندكم وتبذيرا عند غيركم؟ ولماذا إيه؟ ولماذا التحنيط ليس تبذيرا عندكم وتبذيرا عند غيركم؟ وهل يعتبر إنفاق بعض المال في اللعب واللهو في مدينة الألعاب الحديثة البعيدة عن الاختلاط من التبذير؟ أما التبذير هو ككثير من الأحكام أو الأوامر التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة مطلقة غير مقيدة ولا موضحة، وذلك من الحكمة في مكان ثاني جدا في الشرع الحكيم. ذلك لأن تلك الأوامر يختلف ضبطها وتقييدها باختلاف المكلفين بها. خذوا مثلا آية في القرآن وحديثا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية
قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع إليه سبيلا، ما هي حد الاستطاعة؟ لقد حاول بعض الفقهاء تقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة، ورووا في ذلك حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فهو ضعيف الأسناد لا يحتج به، أما هذا التقييد فليس تقييدا ضابطا جامعا مانعا، بحيث قال أن كل من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج، ليس الأمر كذلك. فقد يكون مثلا عليلا مريضا، وقد يكون شيخا كبيرا، كما جاء في حديث الخثعمية حينما وقفت في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وبعد رمي الجمرات قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. الشاهد: هذا شيخ كبير يملك الزاد ويملك الراحلة، ولكنه ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، سرعان ما يمين يمين أو يسار فيقع على الأرض. الشاهد أن مثل هذه الاستطاعة أطلقها الله عز وجل ولم يقيدها في نص آخر من القرآن أو في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الاستطاعة لا يمكن تحديدها وتختلف من شخص إلى آخر. هذا هو الآية. أما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكما أن هذه الاستطاعة لا يمكن تحديدها باختلاف تعلق متعلقها ببعض الأشخاص والأفراد، كذلك يقال تماما في الإسراف والتبذير. إذا كان صرف المال فيما أصله مباح، وكان الرجل موسعا عليه، فلا يكون توسعه في هذا المباح، أقول في حدود المباح، لا يكون تبذيرا بالنسبة إليه، وإنما يكون تبذيرا بالنسبة لمن دونه في المال. هذا هو الجواب عن ضابط التبذير، ومعنى أو خلاصة هذا الجواب أنه ليس له ضابط، وإنما يختلف من شخص إلى آخر. ويبدو أنه لابد من إتمام الجواب عما جاء في تضاعيف السؤال: لماذا نحن لا نعتبر تحميط بعض الحيوانات تبذيرا وغيري يعتبره تبذيرا؟ جوابي على هذا السؤال أو على هذا الشق من ذاك السؤال من ناحيتين. الناحية الأولى أن مثل هذا الاختلاف أمر طبيعي جدا جدا، فقد اختلف السلف الصالح في مثل هذه المسألة اختلافا كثيرا،
ما دام المرجع إنما هو الاستنباط والاجتهاد وهو معرض للخطأ والصواب، كما تعلمين من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والاختلاف نوعان، يجب أن يعرف كل مكلف هذين النوعين حتى لا يقع في حيص ضيص في اضطراب. هناك اختلاف سائغ جائز، وهناك اختلاف محرم لا يجوز. هذا الثاني هو الذي حذرنا عنه ربنا عز وجل في غير ما نص من كتابه تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية السابقة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى المرحومين من الاختلاف، أي الاختلاف المذموم. فالاختلاف المذموم هو أن يعرض بعض الناس عن النص الوارد في الكتاب أو في السنة اتباعا إما لإمام أو مذهب أو شيخ أو طريقة، هذا هو الاختلاف المذموم. أما الاختلاف الجائز فهو الذي جعل له الرسول عليه السلام أجر في الحديث السابق: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أي الاجتهاد الذي كان معتمدا على الاستنباط من الكتاب والسنة وليس اتباعا للرأي. هذا هو السبب الأول في اختلاف العلماء قديما وحديثا. السبب الثاني أنني أرى أن إطلاق المنع كإطلاق الإباحة في المسألة الوارد السؤال عنها، فإذا كان المانع من ذلك إنما يعني تقييد ذلك بما سبق من التبرير أنه يختلف من شخص إلى آخر، كذلك الذي يبيح يقيد ذلك بهذا القيد، وحينئذ يلتقي المانع والمبيح. أما إن قيل من كل من الطرفين بالإباحة مطلقا أو المنع مطلقا فكلاهما على طرفي نقيض وكلاهما مخالف لما سبق بيانه من التفصيل. نعم غيره. في شق لسه في السؤال هنا. تفضل. قلنا إنفاق بعض المال بالألعاب في مدينة الألعاب مثلا الحديثة البعيدة عن الاختلاط، هل هذا أيضا من التبرير؟ بعدين بس قبل الجواب شيخنا، يعني بكفيش معنا جماعة الشباب نص نص الله يبارك فيكم. الجواب عن السؤال نعم أيضا من ناحيتين. الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة. بعضهم
يروي هذا الحديث بلفظ باطل لا أصل له، فيقول كل لهو يلهو به ابن آدم محرم. هذا اللفظ ليس صحيحا، وإنما اللفظ الوارد في كتب السنة باطل، كل لهو يلهو به ابن آدم باطل، إلا وذكر الأمور الأربعة التي شكتها آنفا. نعم. إنه كل شيء ليس في ذكر لله فهو لهو إلا أربع خصال، وذكره رمي القوسين المشي بين الغرضين. هذا الذي تذكره أنت، فماذا تقول فيما يذكره غيرك؟ سامحك الله يا أبا مصعب، خليك هينا لينا. الشاهد اللعب إذا كان في حد ذاته مباحا قيل فيه ما قيل آنفا في التحنيط، وكان بين ذلك قوامة. إذن في المسألة قولان مقولان عند التفصيل، لكني أريد أن ألفت نظر السائل، من كان السائل، يعني سواء كان القارئ هو السائل أو كان القارئ هو الناقل، أريد أن ألفت النظر إلى أن الأسئلة التي يحسن طرحها ينبغي أن تكون واقعية وعملية. فجاء في السؤال قيد أنه إذا لم يكن إيش هناك اختلاف، فأنا أتسأل أين هذه مدائن الملاهي التي لا يوجد فيها اختلاط؟ حدثنا أحد الأخوة في السعودية في مدائن ليس فيها اختلاط. إحنا قبل هذا شيخنا قلنا يعني ما في اختلاط، ما في مدينة ما فيش فيها اختلاط، ولكن حدثنا أحد الأخوة قال في السعودية مدينة ليس فيها اختلاط. رجاء أن تسألوا الشيخ هذا السؤال، يعني أصعب على أنه نسألكم إياه. والله أنا ما أستطيع أن أحكم إلا بعد أن أرى. نعم. لكن الذي نعرفه أن هذه المدائن هي تقليد لبلاد الكفر. إحنا أيضا مثلكم شيخنا ما رأينا، ولكن هو قال يعني فيه. المهم على كل حال نحن قدمنا الجواب الذي يشرح الله لنا. إذا شيخنا ما هي الضوابط لمعرفة كون هذا الشيء تغييرا لخلق الله جل جلاله أو ليس كذلك مع الأدلة؟ ولماذا صبغ الشعر قبل أن يشيب تغييرا لخلق الله عندكم وليس كذلك عند البعض؟ يتردد السؤال عندكم وعند البعض، والجواب سبق، والجواب سبق. يعني على أما لماذا أو ما هو الضابط لما يجوز من التغيير ولما لا يجوز، فقد ذكرت ذلك أكثر من مرة. ربنا عز وجل كما علمنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يقول في جملة ما يدعو به: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. في هذا الحديث نوع طريف من الفقه، ولعلي يعني ألهمت لذكره لأول مرة فيما أذكر من ذاكرتي الكليلة. أقول هذا الحديث يبين أن في الإنسان أمران اثنان، أحدهما لا ملك له فيه، والآخر له فيه تصرف وملك. الأمر الأول فيما خلقه الله طويلا قصيرا أبيض أسمر أسود إلى آخره، ذكرا أو أنثى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
هذا لا يمكن تغييره وتبديله، لأن هذا خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشيء الآخر الذي خلق فيه الإنسان وهي الأخلاق يمكن تعديلها، يمكن تغييرها، يمكن تحسينها، يمكن تقبيحها. ولذلك كان من دعائه عليه السلام إقرار النوع الأول وطلب تحسين النوع الثاني، فقال عليه السلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا كان خلق الله عز وجل كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإذا هذا الخلق لا يجوز للخلق أن يتصرف في تغييره وتبديله ما كان من خلق الله وليس ما طرأ على خلق الله. فما كان من خلق الله ولا يجوز تغييره وتبديله إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. طبعا حينما نقول إلا بإذن من الله يدخل فيه ضمنا عند المسلمين، وإلا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا عرفنا هذه الحقيقة القاعدة أن ما خلق الله فهو جميل، وأنه لا يجوز تغيير شيء من خلق الله إلا بإذن من الله ورسوله، هذه هي الضابطة. فأنتم تعلمون مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، ذكر منها قص الشارب، وذكر منها قص الأظافر، وذكر منها نتف الإبط، وذكر منها حلق العانة. كل هذا تغيير لخلق الله، لأن الله ذكر الإنسان وفطره على هذه الأشياء. فلا بد له إذا كان رجلا من شارب ومن لحية، ويستوي بعد ذلك في كل خصال الأخرى، فنحن نخضع لهذا التغيير. وهذا من جملة الابتلاء الذي جاء ذكره في القرآن مما ابتلى الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما سوى ما استثني في الشرع من التغيير يبقى على القاعدة، وخذوها قاعدة: لا يجوز التغيير إلا بما أذن به الشرع. الشعر هذا يجوز حلقه استئصاله ويجوز تقصيره، وهذا من خلق الله، لكن هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها كالرجل؟ أجاب: لا. ما هو السبب؟ لأن الله عز وجل على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فرق في هذه الناحية بين الذكر والأنثى. ففي الحج مثلا تعلمون قوله عليه السلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. ترى هل يشمل هذا الحديث النساء؟ الجواب: لا. وهنا أرى من المفيد أن أذكر بأن النصوص القولية الصادرة منه عليه الصلاة والسلام يجب أن تفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام لها في زمانهم. فنحن هنا في هذا الحديث، وهو من عشرات الأمثلة
فيما أنا في صدده الآن، نص عام اللهم اغفر للمحلقين إلى آخره، فهو من حيث عمومه يشمل النساء أيضا. فتساءلنا آنفا تساؤل المستنكر، هل المرأة الحاجة أو المعتمرة تحلق شعرها؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا الجواب النافي؟ من تطبيق السلف الصالح لهذا الحديث. وعلى ذلك تقص كثيرا من الأمور التي فيها نصوص عامة، لكن هذا العام في جزء من أجزائه لم يطبق في العهد الأول، فلا يجوز نحن أن نطبقه في العصور المتأخرة. فإذا ماذا كان السؤال؟ الشيء كان في السؤال لماذا لا يجوز صبغ الشعر قبل الشيء؟ الجواب واضح، لأن الله عز وجل فاوت في ألوان شعور الرجال والنساء معا، فهذا أسود الشعر وهذا أسود فاتح كما يقولون اليوم كالسماوي، وهذا أشقر وهذا ربما يكون أبرص وإلى آخره. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا يجوز نحن إذن أن نغير لون هذا الشعر إلا بإذن من الشارع. رجعنا إلى القاعدة السابقة، وقد قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة الفتح ولحيته بيضاء كالصوامة، ولا الثوامة بالفتح بالضم، لحيته بيضاء كالصوامة نبت كالقطن، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه الثوام. فهكذا ما جاء الصبغ للشعر إلا إذا وخطه الشيب على الأقل، مش ضروري أنه يبيض كله لا، وإنما خطوط بيضاء. وهكذا كان الرسول عليه السلام شيبه في مقدمة لحيته شعرات يمكن إحصاؤها وعدها. مع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يصبغ لحيته بالحناء والكتم، وعلى ذلك أيضا جرى العمل من أبي بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن بعضهم ولا تغتروا أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وهؤلاء فيما نقطع به عذرهم أنه لم يبلغهم نهي الرسول عليه السلام المذكور آنفا وجنبوه السواد، ولا بلغهم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون أو يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فإذا طلعتم على مثل هذه الروايات في بعض الكتب أو سمعتم شيئا منها ونقل إليكم رأي لبعض المذاهب بني عليها كما هو قول في مذهب الحنابلة أنه يجوز الصبغ في السواد بالسواد، وعذرهم أعني متقدمين منهم أنهم لم يبلغوا النهي في الحديثين المذكورين آنفا.
أما المتأخرون منهم وفي اعتقادي أنني أستبعد عدم اطلاعهم على هذه الأحاديث، ولكنهم يغلب عليهم التمذهب، وهذا من آفة التمذهب بالمذهب والإعراض عن التمسك بما هو أصل المذهب ألا هو الكتاب والسنة. بقي في هناك للوجود، نعم، لكن ليس دائما وأبدا، ولعلك تفعل أنت مثلي أحيانا. نعم. هل هذه هذا شمل الرجال والنساء؟ هل هذا أمر يشمل الرجال والنساء؟ الصبغ إبلة في اليدين، الشعر، أقول نعم يشمل إلا في اليدين. نعم. سؤال آخر، السواد، يقول بعض أهل العلم المطلعين في هذا العصر أن يراد به مادة ليست لونا، يعني نقول إذا ما تشوفونها منكم كنتم صادقين، يبين ذلك بنقول لغوية. معنيش هل هذه الفلسفة يفترض عند المخاطبين بقول عليه السلام وجنبوه السواد؟ إلا بقرائن، نفترض إلا بقرائن المخاطبون يا أستاذ، المخاطبون ما لم يكن يعرفون أن السواد مادة فالأصل أن تكون علون. يعني أنا الآن وقد بلغت من الكبر عيسية ما أفهم هذا الكلام، إيش وراء؟ يعني إن كان مادة مثلا حناء، ولا كان صبغة صناعية إلى آخره، إيش وراء هذا التفصيل يعني؟ ونحن نعلم جميعا كما تعلم أن أحكام الشريعة تبنى على الظاهر، جنبوه السواد. فأعطينا الآن أنت الفرق بين هذا وهذا حسب ذلك التفصيل، واللي أصح عن رأيي فيه عن تلك الفلسفة، ما هي ثمرة هذه الفلسفة؟ قد يحصل صبغ بسواد من غير هذه المادة، على فرض أن الكلام كان صحيحا. معليش أي مادة؟ مادة السواد إن كان المخاطبين يعرفونها. فهمنا التحدث، نريد أن نفهم عمليا كيف، يعني قد يحصل لون السواد من غير المادة فيكون حلالا. يبدنا مثلا، هل مثلا الصبغة الكيميائية مثال لهذا؟ أنا لا أعرف مادة السواد، ولما يذكرون مادة لا أعرف تفصيل هذه المادة. أنا أتكلم، أنا أنقل عنهم لا أعرف مادة السواد، فعلى فرض أنها قامت في ذهني وعرفتها فأقول الصبغة هذه ما لم تكن تلك المادة فتكون حلالا لونها. إذا أنت وأنا ما عم نفهم الفلسفة هذه، فجماهير الناس كيف يفهمونها؟ كيف يطبقونها؟ يعني حصيلة هذه الفلسفة أنه في سواد جائز وسواد غير جائز، صح ولا لا؟ طيب أنت ما تفهم هذا التفصيل عمليا، ما تدري تطبيقه، وأنا مثلك أيضا. فهل الإسلام من نصره ولطفه ومخاطبته لعامة الناس يأتي بمثل هذه الفلسفة التي لا يكاد يفقهها إلا قليل من الناس؟ عندنا بعض الأمثلة الفقهية التي تشبه هذا التفصيل أو هذه الفلسفة. اختلف الفقهاء قديما في الماء إذا وقعت فيه نجاسة، ما هي هذا الماء؟ أقوال كثيرة، يهمنا الآن قول مذهب الحنفي القديم، إذا كان الماء كثيرا ووقع فيه نجاسة فلا يتنجس، وإن كان قليلا تنجس. كلام عين لا يمكن أن يفهمه خاصة الناس فضلا عن عمته. شعر بذلك بعض متقدمين أيضا، فقال الكثير، حاول أن يضبط الكثير، قال الكثير إذا حركته من هذا الجانب لم يتحرك ذاك الجانب. سبحان الله، قد يكون الماء غزيرا جدا عمقه عشرات الأمتار،
لكن دائرته محيطه ضيق فتحركه من هنا ويتحرك من هنا لكن في أطنان في الأسفل. وقد يكون العكس وهو شبر مثلا من الماء وارتفاعه لكن الساحة واسعة جدا بتحرك من هنا ما بتحرك من هنا. هذا ليس قيدا وضابطا إطلاقا. جاء آخرون وهذا آخر ما قيل وأرجو أن ما تسمعوا أكثر من ذلك. قالوا إذا كان الماء عشر في عشر عشر في عشر يعني عشرة أجزاء مربع فهو طاهر ولو وقع شيء منها. أيضا هذا كسابقي وما يحتاج إلى شرح كبير لأنهم ما حددوا العمق أيضا على أنهم لو فعلوا ذلك يا أخي ما بيخلصوا من الإشكالات والاعتراضات القوية القوية جدا. وذلك لأن الماء الكثير لا يتنجس مهما وضعوا من قيود إذا كانت النجاسة التي وقعت قليلة. فإذا كانت النجاسة كثيرة وتغلبت على هذا الماء الكثير في زعمهم على اختلافهم في التحديد أيضا منضبط الأمر. لكن انظروا الشرع كيف يسهل الموضوع بحيث فهمه البدوي الراعي وراء الإبل أو البقر أو الغنم. الماء طهور لا ينجسه شيء أي كما هو متفق بين المسلمين إلا إذا تغير أحد أوصاف ثلاثة. تغير طعمه أو لونه بتشوفه أو ريحه بتشمه. إذن هكذا الشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون إن كذب الله ورسوله. أثر عن علي بن أبي طالب. الآن نأتي إلى فلسفة جديدة الصبغ والسواد قد يكون محرم وقد يكون مباح. ما هو الحد الفاصل بين هذا وهذا؟ أنا ما فهمته حتى الآن. عندك شيء؟ بالنسبة لكلام الأخ مشهور نقلا عن بعض أهل العلم المعاصرين أن السواد الذي يقال إنه مادة وليس بلون ليس المراد به ما ورد في الحديث النبوي ولكن المراد به ما ورد عن السلف تبرئة له من مخالفة الحديث النبوي. أخي بارك الله فيك هذا إعادة كلام مشهور. بينا الفاصل بين هذا وهذا ما هو شيخنا. اسم السواد الذي يقصدون به اسم مادة لا يشترط أن يكون لونه أسود. إنه وكان يخدم بالسواد فلان أئمة السلف مثلا أو الصحابة والتابعين بيقولوا هذا ليس هو اللون الأسود المنهي عنه. هذا مادة اسمها السواد كمادة الحناء كمادة الكتم كذا. هذا المقصود شيخنا مش إنه في أسود جائز وأسود غير جائز. طيب هذا شو الفائدة منه الكلام هذا؟ الفائدة منه فقط تبرئة بعض من ورد عنهم من السلف من مخالفة السنة. هذا الذي أنا فهمته من كلام يعني العالم المشار إليه في كلامه. طيب هذه المسألة أولا نحن أجبنا من حيث التبرئة بما سبق أن فهمتم. ثانيا لا يقال هذا لأن العلماء حينما بحثوا هذه المسألة وذكروا السواد المحرم قالوا عن بعض السلف أنهم فعلوه. هذا السواد نفسه لو هذا هو ولذلك هذا ما يفيد. ويدل الشيخ على ذلك أنه أصل لفظ السواد يرد به اللون. الخروج عن ذلك لابد له من دليل. نعم عن بعض أهل العلم أن الحافظ ذكر الحافظ الفتح عن بعض أهل العلم أنهم استثنوا من ذلك الخضاب في الحرب. هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. هذا كله أيضا تعليلات للرأي شان ترهيب العدو. طيب ترهيب العدو بيكون بالجهاد والقتال وليس بصبغ البياض. حتى نعم. الآن شيخنا يصبغون البشر الآن في المجالات العسكرية لا يصبغون بس اللحية بالكيوي. البشر كذلك صحيح. أيوة. وهذا من ضلالهم وشدة بعدهم عن ربهم. نعم
أولا يعني بالنسبة لقضية الخضاب المقصود فيها بالنسبة للمجالات العسكرية أن يكون يعني مؤقتا وليس دائما شيئا مفهوم هذا دائما لا يجوز حتى لا يجوز مخالفة النص إلا بنص مثله ولو كان مؤقتا ولو كان مؤقتا يوجد بعض صالونات التجميل يوجد بعض صالونات التجميل للنساء يعني من هدى الله عز وجل قائمات عليهن للتوجه نحو الإسلام فمثلا يأبين أن ينمصن نمص ولكن يفعلن ما عدا ذلك في دائرة يعني يقع في قلوبهن أن هذا حلال من تصفيف الشعر وتزيين الوجه وما شابه ويوجد بعض الملتزمات يتوجهن إلى مثل هذه الصالونات فهل هذا العمل مشروع والاكتساب به يعني حلال لا ليس مشروع هو المقصود بالنمس اسمع يا شيخ ليس مشروعا لأسباب أولا أن فتح هذه الصالونات للنساء تشبه بالكافرات هذا أولا ثانيا كل صاحب عمل يجب أن يكون فقيها في حدود عمله حتى لا يقع في مخالفة شرعية وبخاصة إذا كان العمل من محدثات الأمور إذا كان من محدثات الأمور كهذه الصالونات صالونات التجميل وقلت وقولك كان معبرا عن الواقع أنه يقع في قلوبهن هذا كلام صوفي الصوفي يقع في كلامهم أشياء نعم بتهموها أنها من وحي السماء وهي من وحي الشياطين الإنس أو الجن أو كليهما معا لو أبحنا الأصل ألا وهو فتح الصالون لتلك المرأة الملتزمة يقولنا لها يجب أن تتفقهي في هذه المهنة الجديدة ولا سبيل لها إلى ذلك لأنه لا يوجد هناك يعني كتاب تخصص ببيان كل ما يتعلق بمن تتعاطى هذه المهنة في صالونها كثيرا تسأل نعم تسأل وكثير تسأل أنا أردت أن أقول لكن هذا يمكن وعليكم السلام يمكن تحقيقه بكثرة السؤال نحن ما عم نشوف الشباب عم يستطيعوا أنه يحصلوا أجوبة كل سؤال يجول في نفوسهم فضلا عن النساء ثم الذي يبلغني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن كثير من الملتزمات كما يعني ألمحت أو أشرت يقعن في بعض المخالفات بناء على بعض الأقوال التي تبلغهم من بعض الفقهاء إن لم أقل المتفقهة المعاصرين الذين يفترض في كل طالب علم أن يميز بين الفقيه والمتفقه وبين الفقيه الذي يتلقى الفقه من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة زايد على منهج السلف الصالح كما ندندن دائما حول هذه الزيادة وبين أولئك المتفقهة الذين يمشون على المذاهب الأربعة ويأخذون منها في اعتقاد ما يوافق أهواءهم وفي ظنهم ما يوافق المصلحة زعمه
وأعتقد أنك تعلم مثلي إن شاء الله وبأحسن من ذلك أن الذي لم يعش على ضوء الكتاب والسنة لا يسع في إمكانه أبدا أن يعرف المصلحة الموافقة للكتاب والسنة والمخالف لها. ولذلك فهؤلاء في الحقيقة يتبعون أهواءهم. وأنا أعلم عن بعض هؤلاء المتفقه المعاصرين أنهم يجوز لي أن أقول يلعبون الحبلين. إذا كان هواهم في مسألة فقيل لهم أين الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقل في آخر يكفي غلبة الظن، وهذا الجواب صحيح، هذا إذا كان مخلصا أنه غلب على ظنه علميا أن المسألة الفلانية الوجه فيها كذا. لكن تجد في مكان آخر في مسألة فقهية وأكثر العلماء على رأي واحد فيها، ويوجد حديث بل أحاديث تؤيد وجهة نظر هؤلاء العلماء، بقول لك المسألة ظنية ما في دليل قطعي، مرة هيك ومرة هيك، هناك يكفي الظن هنا ما يكفي الظن، مع أنه من الناحية التقليدية الأئمة متفقين عليها، وبعض الأحاديث صحيحة شاهد لهذا الاتفاق، يقول هذه ليست قطعية وثبوت. ومن ذلك مثلا أنه يبيح الغناء آلات الطرب مع اتفاق الأئمة الأربعة على تحريمها، ومجيء بعض الأحاديث الصحيحة مؤيد لتحريمها، يقول ما في دليل قطعي، وهو يعلم أن الدليل القطعي لا يشترط عند أحد من علماء الفقه في المسائل الفقهية، إنما بعض المتأخرين منهم يشترطون هذا الشرط، وهو غير صحيح أيضا في المسائل الاعتقادية، يقول لابد ما يكون الدليل قطعي الثبوت قطعي دلالة. هذا كلام فلسفة، كلام علماء الكلام، ليس له أصل في الإسلام إطلاقا، وهذا بحث طرقناه أكثر من مرة ولا مجال الآن للقول فيه مرة أخرى. فالشاهد أن هذه المسائل الحادثة اليوم مثل صالون الإحلاء، هذا يجب أن يكون الرجل فضلا عن المرأة أن يكون متفقها بأحكام الشريعة على ضوء الكتاب والسنة. وأنا لا أعلم امرأة بل لا أعلم رجلا فاتح صالون إحلاء هو يعرف ما يجوز وما لا يجوز، فهو يتمسك بهذه الأحكام. أنا قلت مرة لبعضهم وقد سألني عن مسألة هل يلحق إثم بحلق اللحى، قلت طبعا هذا داخل في القاعدة العامة ألا وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال إذن أنا بمتنع من حلق اللحى، قلت له إذن تغلق مكانك، لأن أكثر الزبائن من النوعية اللي بيحلقوا اللحى، فإذا بده يتخصص فقط بالأمر المشروع فسوف تقل زبائنه، وبالتالي بنقول له دور لك على مهنة أخرى تعتاش منها. النساء في صالوناتهم كذلك أو أسوأ من ذلك. هذا ما عندي جواب عن الشيخ. تفضل يا أستاذ. شيخنا في الأعراس رقص النساء أمام بعضهم بعضا في الأعراس، هل هذا مشروع أو ليس مشروع؟ الرقص في فهمي للموضوع نوعان. رقص عبارة عن تلويح
بالكف والذراع والساعد وفي المنديل أو المحرم أو ما شابه ذلك. ورقص آخر فيه انهماء وتمايل وتجسيم الأرداف ونحو ذلك مما يحرك الشهوة الكمينة، هذا بلا شك لا يجوز. على غير مرأة الرجال صرفها المهد النساء مع النساء. نعم نعم تفضل. بسم الله. شايف الآن لو أن رجلا اشترى سلعة ودخل فيها الربا، مثلا سيارة اشتراها بالأقساط، فهل يجوز استخدام هذه السيارة من قبل رجل آخر علم بأن هذا الرجل اشتراها مثلا بالربا أو بالأقساط؟ هل يجوز مثلا شرائها وبيعها أو ركوبها إذا كان استعمالها، يعني إذا كان يغلب على ظنه أن شراءه إياها يساعد الناس على التعامل بالربا كما أظن أنا فلا يجوز. ما حدا استجاب لكم لطعامكم؟ Thank you.